الله يرضى عليكم، بدي اياكم تنتبهوا لاولادكم وتعلموهم. حقدم لكم هديه لكم ولاولادكم ولاحفادكم وطلابكم. هي الهديه دعاء وجدت من بركتها في طلب العلم 60 سنة، من أنا وعشر سنين عمري أحفظ هذا الدعاء عن والدي رحمه الله، أخذه من خط الشيخ أبو الخير الخطيب، شيخ ولا الشيخ بدر الدين الحسني الله يرضى عنه. يلي بده يصير ابنه عالم طلع جواله ويصور الدعاء، لأنه خسارة إذا أنت ما احتفظت فيه بدراستك، دراسة أولادك وأحفادك. دعاء اسمه دعاء الحفظ، قلت لكم وجدت بركته 60 سنة وما أنا فيه من العلم ببركة هذا الدعاء. إذا أردت أن تفتح كتابا لتدرس أو تبدأ بكتابة الامتحان تقرأه، ما بيستغرق معك دقيقة. شو هذا الدعاء؟ اللهم زدني علما وفهما، يا كاشف الأسرار، يا عالم السر والخفيات، اكشف لي الحجب عن وجوه العلوم والأسئلة حتى أطلع إلى حقيقتها، واحفظني عن الخطأ أو الضلالة، وأنت الموفق لكل أمر وأنت علام الغيوب. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. هذا الدعاء غنيمة، وقد قال لك الله ادعوني استجب لكم. اللهم آمين آمين بجاه النبي الكريم وسر الفاتحة.